السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. بعد ذلك ما تنسوش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعملوا بلايك عشان يوصل لكم جديد. والآن يوفيكم بأسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية في السوق السوداء اليوم الاثنين 15/4/2024. نبدأ: دولار أمريكي 47.80 جنيه بيع، 48.2 جنيه شراء. اليورو 50.97 جنيه للبيع، 51.47 جنيه شراء. الريال السعودي 12.73 جنيه للبيع، 12.93 جنيه شراء. درهم إماراتي 13.1 جنيه للبيع، 13.21 جنيه شراء. ريال قطري 13.12 جنيه للبيع، 13.32 جنيه شراء. الدينار الكويتي 155.14 جنيه للبيع، 160.14 جنيه شراء. الدينار الأردني 67.40 جنيه للبيع، 68.90 جنيه شراء. ريال عماني 124.38 جنيه للبيع، 129.38 جنيه شراء. الدينار البحريني 127.4 جنيه للبيع، 132.4 جنيه شراء. الدينار الليبي 9.91 جنيه للبيع، 10.11 جنيه شراء. الدولار الاسترالي 30.99 جنيه للبيع، 31.29 جنيه شراء. الجنيه الاسترليني 59.51 جنيه للبيع، 60.1 جنيه شراء. الدولار الكندي 34.68 جنيه للبيع، 35.18 جنيه شراء. اليوان الصيني 6.60 جنيه للبيع، 76.00 جنيه للشراء. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار العملات الدولار والعملات العربية والأجنبية في السوق السوداء اليوم الاثنين 15/4/2024. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.